الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم به. هذه السلسلة المباركة، وهي سلسلة المعرفة بالله بأسمائه وصفاته، تعرفك بربك سبحانه وتعالى، وتجيب، يعني تجعلك تجيب بإذن الله تبارك وتعالى على هذا السؤال: من ربك؟ لكي تعرف من تعبد فيطمئن قلبك. ما هو هذا الاسم أيها الأحبة؟ هذا الاسم الجديد هو اسم الله المهيمن، المهيمن سبحانه وتعالى، وهو اسم من أسماء الجلال، من أسماء الجلال. ورد هذا الاسم في كتاب الله تبارك وتعالى في موضع واحد كما ذكرت في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ولم يرد في السنة قط، لم يرد في السنة قط. بحثت له عن لفظ في السنة، ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم قط. أيها الأحبة، معنى اسم الله المهيمن، معنى اسم الله المهيمن لغة في اللغة، وقفت على، يعني عندما بحثت في معجم اللغة العربية، اسم الله المهيمن له معان عديدة، أشهرها المسيطر. المسيطر، المسيطر بمعنى عندما تقول الشركة المهيمنة، أي تلك التي لها جزء كبير أو سهم كبير أو مهيمنة على شركات أخرى. عندما تقول مثلا الدولة المهيمنة، أي دولة تسيطر على الشؤون الخارجية لدول أخرى، فيما يسميه علماء السياسة بالقوة الناعمة مثلا. ده ما جاء بلفظه في معجم اللغة العربية. كذلك أيضا أيها الأحبة، من معاني اسم الله المهيمن الرقيب، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي لا تخفى عليه خافية، فهو يلحظ كل شيء ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية في أي شيء. فهذا نوع من الهيمنة، وهو هيمنة الإدراك والمعرفة. الإمام الغزالي في كتابه المقصد الأسنى لمعاني أسماء الله الحسنى قال كلاما طيبا، وهو من أشمل ما قيل في هذا الاسم الجليل: المهيمن أي أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، وإنما قيامه عليهم باطلاعه واستلائه وحفظه وإشرافه عليهم يرجع إلى العلم، والاستلاء إلى كمال القدرة، والحفظ إلى العقل سبحانه وتعالى. نرجع نلخص كلام الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المقصد الأسنى: أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم، الأعمال والأرزاق والآجال لا يعلمها إلا الله ولا يصرفها إلا الله، فهو وحده المهيمن المسيطر على هذا الأمر بعلمه وقدرته وإحاطته سبحانه وتعالى. وهناك معنى ثاني من معاني اسم الله المهيمن، وهو العليم، يعلم كل شيء، فهو سميع بصير، يعلم ما غاب عنك، ويعلم السريرة، ويعلم العلانية، ويعلم ما في خلوتك وجلوتك، يعني يعلم ظاهرك وباطنك، ويعلم ما تخفي وما تعلن وما تنوي عليه. الحوار الداخلي الذي يدور بينك وبين نفسك لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. وهذا كله من لوازم اسم الله المهيمن، أي أنه العلم المطلق. وكذلك أيضا المعنى الثالث من معاني اسم الله المهيمن هيمنة القدرة، فهو قدير سبحانه وتعالى،
من لوازم اسم الله المهيمن القدرة مع العلم. أحيانا فقد تعلم وأنت ضعيف ولا تملك من الأمر شيئا، أو قد تكون قويا لكن بلا معلومات. يعني في من البشر أو في من الدول مثلا يعلم، عنده علم ولكن ضعيف لا يستطيع على التنفيذ، وهناك من يملك القدرة وليس عنده المعلومات، بلا معلومات. فربما تكون قويا لكن بلا معلومات، فمن البشر من يعلم لكنه لا يقدر، ومنهم القوي الذي لا يقدر لكن لا يعلم. المهيمن سبحانه وتعالى، وهو الله سبحانه وتعالى، لا حد لعلمه ولا منتهى لقدرته، لا حد لعلمه ولا منتهى لقدرته، فهو عليم بكل شيء، قادر على كل شيء، مسيطر على كل شيء سبحانه وتعالى. ختم الله سورة الطلاق بهذه الآية العظيمة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آية تصب الطمأنينة في قلبك صبا، فلا تقلق. مش أنت مع ربنا؟ أنت مع المهيمن سبحانه وتعالى الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعجز ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فهو القدير. مش هتلاقي أقوى من كده تلجأ له سبحانه وتعالى، مش هتلاقي أقوى من كده تلجأ له سبحانه وتعالى. فاطمئن فاطمئن، طالما أنك مع المهيمن سبحانه وتعالى فلا تقلق ولا تنزعج، ودع الأمور يدبرها بعلمه وحكمته وقدرته سبحانه وتعالى. كل ما عليك أن تأخذ بالأسباب حتى ولو كانت ضعيفة، خذ بالسبب حتى ولو كان ضعيف، فأنت تتعامل مع المهيمن سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من معاني اسم الله المهيمن العليم سبحانه وتعالى، الله عليم بحالك وقدير على أن يغير هذا الحال إلى أحسن حال، ففيما القلق والاضطراب. المهيمن وحده أحاط علما بما تقوم به مصلحتك. اللي يعرف مصلحتك هو المهيمن سبحانه وتعالى، المهيمن وحده والقادر على تحقيق هذه المصلحة. والإحاطة عندما نقول يعني من مستلزمات اسم الله المهيمن، طبعا احنا لسه مخلصين اسم الله المحيط. الإحاطة هي تطويق المحيط للمحاط بحيث لا يستطيع أن يفلت منه علما بحاله الذي هو عليها، ولا قدرة على أن يفلت منه. أنت هتروح فين؟ لا ملجأ منه إلا إليه. ولذلك اللي هو بيفر من ربنا ومش عايز يقرب له، واللي بعيد منه واللي عمال يروح يمين وشمال ويتهرب إلى غير، أنت هتروح فين؟ ليس لك إلا الله، ليس لك إلا الله. إن كان الأمر كذلك فلا بد أن تصطلح معه وأن تلجأ إليه وأن تتوكل عليه وأن تستعين به وأن تبتغي رضاه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، من ملامح هذه القدرة الإلهية ارتباطها بالعلم، وأن الله يرعى الكل كأنهم واحد. الله يرعى العباد جميعا، الكون كله بما فيه من كل شيء، كأنهم واحد، كأنهم واحد. ولذلك تدبر معي وأنت تدعو دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. لو أنت معك أي حد في أي يعني في أي مكان، يا إما معك يا إما مع غيرك، يا إما حد حرسك يا إما مع يعني حرس حد تاني، يا إما حد محاوطك ويعني بيدافع عنك في مكان، يا إما مع حد تاني. الله تبارك وتعالى هذه الصفة، هو الصاحب في السفر وفي نفس الوقت في نفس التوقيت هو الخليفة في الأهل والمال، وهي صفة لا يمكن أن تكون في بشر، صفة لا تكون إلا للمهيمن سبحانه وتعالى. أن يكون معك في السفر وفي الوقت نفسه تستخلفه في بيتك وأهلك ومالك. فالبشر
إما أن يكونوا معك في سفرك أو يكونوا في بيتك، لكن المهيمن وحده وصف نفسه وهو معكم أينما كنتم، وفي نفس الوقت مع غيرك سبحانه وتعالى. وهذه الصفة لا تكون إلا للمهيمن سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعرفنا وإياكم به. عليك شيخ محمد. الله يكرمك. قبل السلام الله عليكم. صالح.